منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض المدير الفني واصل تدريباته في معسكره المفتوح بالقاهرة، وده استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا واللي هتتلعب في شهر أكتوبر المقبل. تعادل الإسماعيلي والمقاولون بهدف لمثله في المباراة اللي أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية في الجولة 33 لمسابقة الدوري المصري، ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 33 نقطة، بينما ارتفع رصيد المقاولون إلى 26 نقطة وبيتأكد هبوطه. فريق الجونة فاز على بلدية المحلة بنتيجة 2-1 في مباراة لجمعتهم ضمن مواجهات الأسبوع 33 من عمر مباريات بطولة الدوري المصري، وبالفوز ده بيضمن فريق الجونة بقاءه في الدوري المصري ممتاز بعدما وصل للنقطة 36 محتلا المركز 12، وعلى الجانب الآخر بيتأكد بشكل رسمي هبوط فريق بلدية المحلة لدوري المحترفين بعدما تجمد رصيد عند النقطة 27 وبيتواجد في المركز 16 بجد دول الدوري. فريق البنك الأهلي تعادل مع فريق فرقه سلبيا في الأسبوع 33 من مسابقة الدوري واللي أقيمت على استاد القاهرة، وبالنتيجة دي ضمن فرقه البقاء رسميا في الدوري الموسم المقبل ورفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز 15 ليهرب رسميا من الهبوط، ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 35 نقطة في المركز 12. مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري أعلن تمديد وتجديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم كريم الديب لمدة موسمين مقبلين. المنتخب الوطني ناشئي الريشة الطائرة صعد لنهائي بطولة إفريقيا والمقامة بالسنغال في الفترة من 12 وحتى 19 أغسطس الجاري، وده بعد فوزه على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 3-0 في نصف نهائي البطولة القارية. مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن التعاقد مع كريم هنداوي حارس المرمى اللي لسه راجع من رحلة احتراف في الدوري السعودي لتدعيم صفوف اليد في الزمالك بالموسم الجديد. نادي ويست هام يونايتد أعلن ضم المدافع أرون وان بيساكا مدافع مانشستر يونايتد مقابل 15 مليون جنيه استرليني، ووقع بيساكا على عقد لمدة 7 سنوات حتى يونيو 2031. نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أعلن التعاقد مع الظهير الأيمن المغربي نصير مزراوي والمدافع الهولندي ماتيز دي لاخت من بايرن ميونخ الألماني، ووقع الهولندي على عقد لمدة 5 سنوات تنتهي في يونيو 2029، بينما وقع المغربي عقده لمدة 4 سنوات تنتهي في 2028 مع إمكانية تمديد كل منهما موسما إضافيا. رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية كشفت عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم 2023-2024، واختار أعضاء رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا القائمة المختصرة المكونة من 6 لاعبين لجائزة أفضل لاعب، وضمت قائمة المرشحين كل من إيرلينغ هالاند، فيل فودر ورودري وده من مانشستر سيتي، ومارتن أوديغارد لاعب أرسنال، وكول بالمر لاعب تشيلسي، وأولي واتكنز لاعب أستون فيلا. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هنروح لفاصل نرجع لكم مرة تانية عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر.